البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي، بركته علينا أمين. فإن وطنيتنا نحن هي في السماوات، ومن هناك ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح، هذا الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون مشاركا لصورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوة الأحباء والمحبوبين، يا فرحي وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر في هذا بعينه في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا أيها المختار شريكي، ساعدهما هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليماندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا ليظهر حلمكم لجميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل شيء بمحبة، كل شيء بحسن صيت، ما فيه فضيلة أو ما فيه كرامة، ففي هذه افتكروا. هذه هي التي تعلمتموها وتسلمتموها وسمعتموها ونظرتموها في، فهذه افعلوها، وإله السلام يكون معكم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا. هوذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول آنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل، وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو قصوص الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له، فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا، وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إلي إنسان تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي، إذا ضل واحد منكم
عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس فأتوا إلى فينيقية وكبرس وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم كبرسيون وقيروانيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب. فبلغ القول عنهم إلى آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. فهذا لما أتى ورأى نعمة الله فرح، وكان يعز الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلاً صالحاً وممتلئاً من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع عظيم. ثم خرج إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا كبيرا، وسمي التلاميذ الذين في أنطاكيا أولا مسيحيين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 23 بقونا، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 20 للشهداء اللي بتوافق سنة 304 ميلادية، تنيح القديس أبانوب المعترف. كان عايش في الحياة الكنسية والنمو في الفضائل الروحية، وكان من صغر سنه مشتاق لحياة الرهبنة علشان عاوز يتفرغ للعبادة والنصح، وكمان عاوز يعيش حياة البتولية، يعني مش عاوز يتجوز. وفعلا عاش ناسك في منطقة في الصعيد، واتعرف عنه سيرته المقدسة في كل المنطقة، وسمع عنه اريانوس الوالي فأمر بإحضاره وقال له أنت لازم تعبد الأوثان معانا. رد عليه القديس أبانوب إزاي أعبد آلهة مصنوعة بإيدين الناس؟ يعني أنت مش عاوز تعبد الآلهة بتاعتنا؟ قال له أنا مسيحي وأعبد ربنا يسوع المسيح اللي تجسد علشاننا وفدانا على الصليب. قال الوالي ومش خايف من العذاب؟ رد عليه القديس أبانوب ربنا يسوع قام من الأموات وانتصر على الموت، وهو اللي يقويني
ويشجعني ويخليني مش خايف من العذاب ولا الموت. الوالي اتغاظ وعذبه كتير، وكان فاكر انه هيموت من التعذيب، لكن كان ربنا بيسنده ويقويه وينجيه من الموت، فنفاه في منطقة بعيدة عند ليبيا اسمها الخمس مدن الغربية، واستمر محبوس فيها 7 سنين لغاية لما أصبح قسطنطين هو الملك، فأمر بالإفراج عنه وعن كل المحبوسين بسبب الإيمان. فخرج القديس أبانوب ورجع لمكانه واستمر في العبادة والنسك لغاية لما تنيح بسلام، والكنيسة تلقبه بالمعترف لأنه اعترف بإيمانه بالسيد المسيح، لكن لم يتم سفك دمه أثناء التعذيب. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، بيعوا ما لكم واعطوا صدقتان، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم موقدا. وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا، فطوبى لأولئك العبيد، وإنما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس،
يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. والمجد لله دائماً. آه 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 آه.